أهلا بكم مع الدكتور كرم أنجس، أستاذ اللغة الإنجليزية ومترجم لدى المحاكم الأمريكية. أهلا بكم، أهلا وسهلا في لقاء يوم الأربعاء. يوم الأربعاء النهاردة طبعا محاضرة مليانة معلومات ومحاضرة نتعلم حاجات كتير جدا، لكن معايا من الولايات المتحدة الأمريكية نقدر نقول كده من الأمهات المثقفات العربيات من أصل مصري معانا في هذا الكورس. أهلا بك يا إيمان. أهلا بحضرتك يا دكتور. إيمان قولي لي أنت الأول كده في بداية، في الأول أنت تعرفت عليا إزاي؟ تعرفت على حضرتك عن طريق الفيسبوك. تمام، إيه اللي عجبك في بعض الفيديوهات؟ إيه اللي عجبك في الفيسبوك؟ اللي عجبني في الفيديوهات طريقة كلام حضرتك، طريقة الشرح اللي بتشرح فيها. حسيت إنه يعني حضرتك الأستاذ اللي أنا بدور عليه أتعلم معاه. حسيت أول حاجة علشان حضرتك مصري زيي، وأنا بفضل إن يكون ده لأنه عشان طريقة الفهم بينا. كمان حضرتك هنا سنين وطريقة الكلام بتاعت حضرتك الأكسنت طبعاً شدتني، وعرفت إن حضرتك إنسان مثقف متعلم تعليم عالي، فقلت حضرتك الأستاذ اللي أنا بدور عليه أتعلم معاه. تمام، أنت درست معايا قد إيه يا إيمان؟ 10 حصص تقريبا، 10 محاضرات. بمعدل كل محاضرة كم ساعة؟ حوالي 3 ساعات، ساعتين ونص، 3 ساعات تقريبا. يعني نقدر نقول أنت خدتي مني بالظبط كده، نقدر نقول 25 ساعة تدريس أونلاين تقريبا. إيه اللي أنت استفدتيه من خلال النهاردة، يمكن المحاضرة العاشرة، إيه اللي أنت استفدتيه وأفادك في حياتك هنا في أمريكا؟ تفضلي. لا طبعا استفدت، وكل محاضرة بحضرها مع حضرتك فيها استفادة كبيرة، لأنه كمية المعلومات اللي حضرتك بتديها لنا مش قليلة. حضرتك مش بس بتدرسنا وبتدينا معلومات في اللغة، بتدينا معلومات حياتية ومعلومات عن الحياة هنا في أمريكا وفي الغرب، إزاي نمشي أمورنا، إزاي القوانين، إزاي الحياة ماشية. فطبعا في استفادة كبيرة، غير طبعا طريقة التعليم اللي حضرتك بتعلمها لنا والأسلوب اللي بتتبعه معانا. قلت لنا إزاي نقدر نذاكر، إزاي نتخطى الأمور اللي بتواجهنا، الصعوبات مثلا بالنسبة للغة. لا كلها معلومات واستفادة الحقيقة. حاسة إن أنت مش غريبة، يعني قبل ما تدرسي ما كانش في حاجات كتير بالنسبة لأمريكا فهمها، دلوقتي اتضحت أمريكا بالنسبة لك، مش كده؟ طبعاً الحياة هنا في أمريكا بالذات تفهم مش طبعاً مش الكل، حتى لو إنه في الشارع على حسب هو في مجال إيه، شغل إيه، الحياة اللي عايشها إزاي. بالنسبة لي أنا إذا الحياة كانت محصورة مثلاً ما بين أطفال وبيت وكده، وما فيش مثلاً شغل دراسة، ما فيش اختلاط كتير بالشارع، فطبعاً في حاجات كتير تبقى ناقصة الإنسان اللي بيكون في البيت. فبالنسبة للمعلومات والخبرة الحياتية، ده غير طبعاً اللغة، بيكون غير اللي بيمارسه يومياً. فطبعاً حضرتك أفدتني بشكل كبير يعني. وبعدين أنا لسه مع حضرتك كمان في أول الطريق، ولسه قدامي إن شاء الله طريق طويل، وأنا
لسه هاخد حاجات كتير جدا من حضرتك. أنا سعيد جدا بيك يا إيمان. إيمان نموذج شكرا. جميل جدا لسيدة مصرية عربية قاطنة عندنا هنا في أمريكا، وأم مش بس هي بتدرس ليها هي، لا بتدرس ليها والأولادها. فطبعا ده مهم جدا إن الأم بتتعلم مش عشان الاندماج في المجتمع الأمريكي فقط لا غير، ولكن أيضا بتتعلم عشان ولادها، فبترفع من مستواها التعليمي وأيضا من مستوى الأولاد. سعيد بيكي جدا يا إيمان، وإن شاء الله بإذن الله نطلع منك زي ما قلت لك دايما وما كلمتك في الأول، هطلع منك مستوى حلو يليق بي أولا، بي أنا وبيكي ثانيا، إن مستواك يرتفع، كل مستوى ترتفعي وتتقدمي مش بس فقط في اللغة الإنجليزية، ولكن أيضا زي ما احنا متفقين في هذه الكورسات إن أنت تكوني مثقفة في اللغة الإنجليزية وتفهمي تماما مش بس اللغة الإنجليزية، لا الثقافة الأمريكية وطبيعة الحياة في المجتمع الأمريكي. أنا شاكر ليكي جدا يا مدام إيمان. شكرا يا دكتور، وأنا بشكر حضرتك على كل المجهود الكبير والحاجات الحلوة والمجهود والمعلومات القيمة اللي حضرتك بتديها لنا، وطبعا أنا بحمد ربنا أنا قابلت إنسان زي حضرتك مثقف ومتعلم ومحترم، وحقيقي يعني كل الصفات موجودة فيه. وحضرتك لينا مش بس يعني معلم، حضرتك أخ كبير وما بتبخلش علينا بأي معلومة، متشكرة ليك جدا. شكرا ليكي يا مدام إيمان، وطبعا شعارنا دايما في هذه الكورسات knowledge is power، المعرفة قوة، ودايما متقدمين ومن نجاح إلى نجاح مع الدكتور البروفيسور كرم أنيس أستاذ اللغة الإنجليزية بالولايات المتحدة الأمريكية ومترجم لدى المحاكم الفيدرالية العليا بالولايات المتحدة الأمريكية وأيضا الدستورية العليا بالولايات المتحدة الأمريكية. شكرا، باي باي. Bye.